السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 7 بارتي 7 من سلسلة شروحات المادة ديال الدخوا كوميرسيال القانون التجاري الخاصة بالسيمستر 4. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا نكملوا ليكسبليكاسيون ديال الفون دو كوميرس، نشوفوا لي إن شاء الله لي زوبيراسيون غولاتيف او فون دو كوميرس، شنو هما دوك العمليات اللي كانت اللي نديرو على الفون دو كوميرس. بالنسبة لي زوبيراسيون غولاتيف او فون دو كوميرس عندنا الفون دو فون دو كوميرس، البيع ديال الفون دو كوميرس، عندنا لابور اون اكسيون كوميرسيال يعني حصة في شركة تجارية، ان واحد الشخص كيدخل بالفون كوميرسيال ديالو شريك في واحد الشركة اخرى، عندنا لانونتيسمون ديال الفون دو كوميرس يعني الرهن ديال الفون دو كوميرس، وعندنا ليبر جيرونس يعني التسيير الحر ديال ليبر شونس. دوك هادو هما الفون دو كوميرس، هادو هما لي زوبيراسيون اللي هما 4 غولاتيف او فون دو كوميرس. ان شاء الله نبداو اليوم بأول اوبيراسيون هو لا فون دو فون دو كوميرس، ني البيع دو فون دو كوميرس. الفون دو فون دو كوميرس سي اون اوبيراسيون امبورطون سور لو بلان ايكونوميك. Elle est importante pour le vendeur et ses créanciers car le fonds de commerce représente dans bien de cas, des cas l'essentiel de leur cage. C'est un investissement qui peut être considérable pour l'acheteur car il y a des fonds de commerce de grande valeur. بالنسبه للعمليه ديال البيع ديال الفون دو كوميرس هي واحد العمليه مهمه جدا في الاطار الاقتصادي، سيرتو بالنسبه الفوندور داك الشخص اللي كيبيع حيت يربح منها واحد المبلغ كبير. هادوك لي كريونسي، هادوك لي الدائنين اللي كيتسالهم داك الشخص هذاك، حتى بالنسبه للاشتو، حتى داك الشخص اللي كيشري الفون دو كوميرس ملي كتشري واحد الاصل تجاري راه كتستافد منه، يعني جميع الاطراف اللي كيتدخلوا في البيع ديال الاصل التجاري راه كيستافدوا من واحد لا فالور اللي هي ايكونوميك تري امبورطون. لارتيكل 81 دو لا لوا 15 dispose toute vente aux cessions de fonds ainsi que tout apport en la société, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sur son privé. هاد الفصل 81 تبغي يقول لنا بان البيع ديال الاصل التجاري او تفويته او تقديمه في حصه في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو المزاد بعقد رسمي أو عرفي يودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونيا للاحتفاظ بالودائع وهي نص العقد على. تيقول لنا هاد اللوا هذا بأن البيع ديال الأصل التجاري أو تفويته أو تقديمه حصة في شركة أو أنك تدخل بالأصل التجاري ديالك في حصة شركة أو تخصيصه أو التقسيم ديالو أو تقسيم ديالو أو البيع ديالو بمزاد تيكون واحد العقد رسمي، يعني خصو يكون ضروري واحد لاكت بالنسبه للفوند ديال هاد سميتو. وشنو هما الشروط ديال هاد العقد هذا؟ لي زاكت سو مونسيوني. اول شرط هو لو نو دي فالور دي فوندور، لا دات اي لا ناتور دو سون اكت داكيزيسيون، لي بري دو سيت اكيزيسيون ان سبيسيفون ديستينكتومون لي بري دي زيليمون انكوربوريل دي مارشانديز اي ماتيريال. دونك تيكون في هاد لاكت هاد العقد ديال البيع ديال الاصل التجاري تيكون فيه اسم البائع، تاريخ عقد البيع، النوعيه ديالو، الثمن ديالو، مع خصنا ضروري نميزو بين ثمن العناصر المعنويه اللي هما لي زيليمون كوربوريل بحال نو كوميرسيال لا شالونداج لا كليونت اكسيتيرا، والثمن ديال لي مارشانديز البضائع، حتى الثمن ديال لي ماتريال هادوك المعدات. دونك في هاد لاكت ديال البيع ديال الاكت ديال الفون دو كوميرس خص ضروري اول حاجه تكون الاسم ديال البائع، الاسم، التاريخ ديال البيع، شنو هو النوع ديال هاد الفون كوميرسيال اللي تباع، شنو هو النوع ديال العناصر اللي كيتكون من هاد الفون كوميرسيال الفون دو كوميرس، شنو هو الثمن ديال كل عنصر من هاد العناصر هادي. ايضا خاصها تكون فينا عندنا ليتا دانسكريبسيون دي بريفيليج اي انونسمون بريز سور لو فون. ايضا خاص تكون عندنا الحاله ديال الامتيازات، ديال التسجيل ديال الامتيازات ديال البريفيليج، غنشوفوه من بعد ان شاء الله، اي والرهون المقامه على الاقل. يعني ضروري خاصنا نشوفوا الحاله ديال الامتيازات اللي كيكونوا على هذا الاصل التجاري، وايضا هذاك الرهن، يعني كان هذا الاصل التجاري مرهون ولا شي حاجه، باش نعرفوا الحاله ديال الاصل التجاري كيفاش دايره، شنو هما الانواع ديال الرهون اللي كيكونوا فيه، وشنو هو الانواع ديال الامتيازات اللي كيكون فيه.
ايضا تيكون في هنايا سي اليا ليو لو باي سا دات سا دوري لو مونطون دو لوي اكشوال لو نو اي لادريس دو بايور. الحاله ديال الاقتضاء الكلى الى تكرا هذا الاصل التجاري عند الاقتضاء الكلى وتاريخه التاريخ ديال هذه الكرة مدته والمبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري. دونك هادشي ضروري خاصو يمكن في الحالة ديال لو باي في الحالة ديال الكراء خاصنا يكون عندنا عند الاقتضاء الكراء التاريخ ديالو المدة ديالو المبلغ ديالو الكراء الحالي وايضا الاسم ديال المكري. وايضا سميتو الحالة الثانية اللي كيكون في هاد الاكتدا هو لوغوجين دو لا بروبريتي دو فون كوميرس مصدر ديال الملكية ديال الأصل التجاري يعني الملكية ديال الأصل التجاري واحد الصورة ديال لوريجين يعني المصدر ديال الأصل التجاري. دونك هادو هما هادوك الشروط اللي خاصهم يكونوا في العقد ديال البيع ديال الأصل التجاري. دابا لوجيسلاتور ا ادوبتي ان سيغتان نومبر دو ميزيغ طوندون ا بروتيجي لي دو بارتي contractuante et les créanciers de vendeur. بالنسبه للمشرع المغربي دار مجموعه من الاجراءات اللي الهدف ديالها هو الحمايه ديال المتعاقدين يعني البائع ديال الاصل التجاري والمشتري ديال الاصل التجاري وايضا لي كريونسي ديال لي فوندور هذوك لي فوند ديك الدائنين اللي كيتسالوا الدين عند هذا الشخص اللي باع الاصل التجاري. دونك عم بدأ اول حاجه بلا بروتيكسيون دي فوندور شنو هما هاد الاجراءات اللي دار لو ليجيسلاتور ماروكان باش يحمي لنا لو فوندور afin de prémunir le vendeur contre les risques de non paiement. Le législateur a créé à son profit un privilège et une action résolutoire. Donc باش يحمي الاصل باش يحمي البائع هذا المشرع المغربي دار خلق واحد الامتيازات وواحد الامتيازات البائع وايضا واحد الحق في انه يفسخ العقد اكسيو ريزوليتوار يعني عنده حق انه يفسخ العقد الا ما تحترموا الشروط ديال البيع ديال الاصل التجاري. اول حاجه نبداو بلو بريفيليج دو فوندور. لو بريفيليج دو فوندور سابليك اون فون دو كوميرس اي غارونتي لو فوندور اون كا دو نو بايمون دي بري بار لاشتور. لهذا الامتياز ديال البائع كيطبق على الاصل التجاري وهو ضمان واحد الضمانه البائع في الحاله اللي هذاك اللي شرى ما خلصوش دون لو كا دو نون بايمون دي بري بار لاشتور. دونك الامتياز ديال البائع لو بريفيليج دو فوندور هو كيطبق في الحاله ديال الاصل التجاري ديال البيع الاصل التجاري هو كضمان واحد الضمانه بالنسبه للبائع في الحاله ان هذا المشتري ما عطاش الثمن ديال هذا الفون دو كوميرس اللي باع ليه. Autrement dit, le privilège tend à garantir les prix ou ce qui reste en donc le privilège tend à garantir le prix ou ce qui en reste du. يعني ان هذا الامتياز ديال البائع هو كيضمن لهذا البائع هذا الثمن ديال البيع واللي تبقى في داك الثمن ديال البيع. دونك في لوكا لان داك الشخص اللي باع ليه ما خلصوش دونك كيكون ضمان على داك الثمن ديال البيع وايضا في الحاله انه خلصوا مثلا غير نص واحد اون بارتي ضمان داكشي اللي بقى. Il s'exerce distinctement sur le prix respectif de la revente relative aux marchandises, aux matériels, aux éléments incorporels de fonds. Donc, هنايا ايضا كيطبق بشكل واضح على الثمن ديال اعاده البيع ديال لي مارشانديز ولي ماتيريال زيلمو انكوربيل دو فون. يعني مثلا هنا كنتكلموا في الحاله ديال نون بايمون مثلا بعتي لواحد الشخص واحد الاصل تجاري داك الشخص ما خلصكش مثلا الاصل التجاري ولكن كان عندك واحد الامتياز حتى هو مثلا نقولوا هذوك لي مارشانديز اللي كانوا في الاصل التجاري هو تصرف فيهم يعني باعهم دونك ضروري خصو انه يخلصك يعوضك في هاد فهاد لي مارشانديز اللي باع حتى في الثمن ديال هاد لي زيليمون هادو. دونك هنا لو بريفيليج ا ليو او كونديسيون سي سا بري. دونك بالنسبه لهاد الامتياز ديال البائع تيكون في هاد الشروط هادو خصهم يكونوا هاد الشروط هادو باش يكون امتياز ديال البائع في حال ديال البيع ديال الاصل التجاري. اول حاجه لو بريفيليج اي انسكري او ريجيستر دو كوميرس. البريفيليج خاصو يكون انه متسجل في الاصل في السجل التجاري يعني هذاك الشخص النهار الاول اللي سجل الشركه ديالو ولا النشاط التجاري ديالو دونك راه سجل الاصل التجاري
دونك في هذاك الشيء ديال الاصل التجاري خاصو يكون مسجل معاه امتيازات البائع، يعني خاصو يكون دار ضمانه في الحاله ديال البيع ديال الاصل التجاري وما تشدش الثمن ديال البيع ديالو. دونك خاصو يكون هذا ديجا مسجل، هذا اول حاجه اول شرط، يعني خاصو يكون هذا لو بريفيليج ديجا انسكري او ريجستر دو كوميرس، يعني ان هاد الامتياز خاصو يكون في السجل التجاري، مسجل في السجل التجاري ديال هاد الشركه التجاريه في هاد الاصل التجاري هذا. لا ميم فورماليتي دانسكريبسيون اي رومبلي دانسكريبسيون اي رومبلي او سيكريتير غريف دو شاك تريبينال دون لو ريسورس دو كيل اي سوتيي اون سوكوريسال دو فون دو كومبريز دون لا فونت. يعني خاصو يكون ايضا هاد لانسكريبسيون ديال لي بريفيليج خصو يكون في كتابة الضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمل بيع الأصل، يعني خصو يدير واحد لو بريفيليج يكون هاد لو بريفيليج مسجل في كتابة الضبط في المحكمة اللي هاد الشخص هذا في المدينة اللي دار فيها البيع ديال الأصل التجاري ديالو. دونك امتى تطبقوا لو بريفيليج ديال لو فوندور؟ كيطبق لو بريفيليج ديال فوندور في الحاله ان كان هاد البريفيليج مسجل في الاصل في السجل التجاري اللي من الاول سجلوا هاد التاجر هذا، ولا في الحاله ديال ان الامتياز كان مسجل في كتابه الضبط في كل محكمه تجد فيها هاد تيجي في محكمه المدينه اللي دار هاد الشخص هذا البيع ديال الاصل التجاري ديال الاصل التجاري ديالو. لو بريفيليج ne porte que sur les éléments de fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription. À défaut des désignations précises, il ne porte que sur le nom commercial, l'ancien, le droit de bail, la clientèle et l'achandage. بالنسبه لهاد الامتياز، هاد الامتياز ديال البائع، هاد الامتياز ديال البائع ما كيشملش غير كيشمل غير العناصر الاصل التجاري المبينه في العقد، عقد البيع، يعني غير هادوك لي زيليمون هاد الامتياز كيخص غير لي زيليمون هادوك لي زيليمون ديال الاصل التجاري اللي كاينين في عقد البيع، اللي كاينين في عقد البيع ديال الاصل التجاري، ولا كاينين في التقييد ديال الامتياز اللي كان سواء في السجل التجاري او في محكمه ديال الضبط. دونك هاد لي بريفيليج كيشمل غير لي زيليمون ديال الفون دو كوميرس اللي هما مبينين اللي تبينوا اللي كانوا في العقد ديال البيع. يعني الامتياز يقول انا في الحاله ديال مثلا ديال عدم السداد ديال الثمن ديال البيع ديال الاصل التجاري عندي الحق بانني ضمان بانني نرد مثلا هاد لي زيليمون هادو، مثلا هاد لي زيروم راه كنكتب ليهم مثلا مارشانديز اكسيتيرا هذا باغ اكزومبل. و الا كان هاد امتياز تقيد يتم التسجيل ديالو في الريجستر دو كوميرس راه تيكونوا هاد لي زيليمون كيكونوا دايرين، ولا في الحاله ديال كتابه الضبط. اديفو de désignation précise et ne porte que sur le nom commercial, l'ancien, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. دابا في الحاله ديال ان هاد العناصر اللي كيشملهم الامتياز هاد لو بريفيليج ما تذكروش في عقد البيع وما تذكروش ايضا في التسجيل ديال الامتياز. دونك شنو هما دونك هنا في هاد الحاله هادي فان هاد الامتياز كيشمل اش؟ كيشمل باغ ديفو كيسمها باغ ديفو اديفو كيشمل الاسم التجاري، الشعار، الحق في الكلى، الزبناء والسمعة، هادشي اللي كيشملهم هاد الامتياز هادي. دونك هنايا لانسكريبسيون دي بريفيليج دو اتر بريز ا بين دو نيليتي دون لو ديلي دو 15 جور ا كونتي دو لا دات دو لاكت دو فونت ا لا ديليجونس دو فوندور. يعني هنا بيقول لنا بان هاد التسجيل او التقييد في الامتياز، هاد الامتياز في الحاله ديال البطلان خاصو يكون في واحد الاجل ديال 15 جور، يعني التسجيل ديال هاد التقييد البطلان يعني كطائله البطلان، يعني بين هاد لي بريفيليج ما نديرو ليه لانوليتي. دونك خاصو يكون في واحد لو ديلي ديال 15 جور كيتحسب من لا دات دو لاكت دو فونت حتى تاريخ عقد البيع، كيكون من يبتدي من تاريخ عقد البيع حتى هذاك التاريخ اللي كيشد فيه هاد البائع هذا كيشد فيه هاد الامتياز ولا كيرد فيه هذاك
هذاك في حاله ديال نون بايمون ديال هاد لو فونك دو كوميرس باغ لاشتور. دونك يعني خاصو مثلا في واحد لو ديلي ديال 15 جو دابا عقد البيع دونك باش يتسجل في هاد الانسكريبسيون في بريفيليج خاصها تكون في واحد لو ديلي ديال 15 جو كيتحسب من لا دات دو فونت كيتحسب من لا دات دو فونت ديال هاد الاصل التجاري. دونك هذا هو لو بريفيليج دو فوندور. دابا نشوفوا الاكسيون ريزوليتوار. بالنسبه للاكسيون ريزوليتوار c'est le droit conféré au vendeur de faire résoudre la vente ou de reprendre la possession de vente. Pour produire effet, elle doit être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège privé à l'article 82 du Code de commerce. Le défaut d'inscription au privilège entraîne donc vis-à-vis du tiers la perte de l'action résolutoire. Comme le privilège, cette action illimitée au seul élément qui font partie de la vente, le vendeur qui entend utiliser cette garantie doit la notifier au créancier inscrit sur le fonds de commerce. L'action résolutoire, il y a le fasq al-aqd. يعني هذاك البائع ممكن انه يفسخ هذا العقد هذا في الحاله ديال ان هذا المشتري ملتزمش بهذوك الشروط اللي كانوا مسجلين في عقد البيع ولا انه ملتزمش بذاك الشروط هادو. مثلا ملتزمش بشرط انه يدفع الثمن ديال البيع هنا بشرط ان لا يمس ذلك مصالح المشتري. يعني هنا لاكسيون ريزولاتوار يعني ان هذا البائع عنده الحق انه يفسخ العقد ديال البيع ديال الاصل التجاري في الحالة أن هذا المشتري هذا ما التزمش بالشروط اللي كانوا مسجلين في عقد ديال البيع ديال الأصل التجاري. شريطة أن هذا الفسخ هذا ما يضرش لنا المصالح ديال المشتري. دونك هذه هي لاكسيون ريزولاتوار. يعني لاكسيون ريزولاتوار هي أن هذا لو فوندور عنده الحق بأنه يفسخ العقد ديال البيع ويرجع ليه لا بوزيسيون دو فور، يرجع ليه الملكية ديال هذا الاصل التجاري. دونك ولكن هادشي هذا خاصو يكونوا مونسيوني دون لاسكريبسيون دي بريفيليج، يعني يكونوا داخلين في هذوك الامتيازات ديال البائع يكونوا ديجا دارهم، يعني انه حق عنده الحق انه يفسخ العقد يكتبها في هاد لي بريفيليج الامتيازات ديالو، عنده الحق انه يفسخ العقد ديال البيع في الحاله ديال عدم التزام المشتري بهذوك الشروط اللي كاينين في عقد ديال البيع ديال الاصل التجاري واللي هو دارهم في الامتيازات ديالو شريطة بان هاد الفسخ هذا ما يدرش المصالح ديال المشتري. دابا نشوفوا لا بروتيكسيون دو لاشتور. لا بروتيكسيون دو لاشتور يعني حماية ديال المشتري. حماية ديال المشتري Ces mesures concernent surtout les obligations que le vendeur doit remplir vis-à-vis l'acquéreur d'un fonds de commerce. يعني هاد la protection de l'acheteur, حماية المشتري أو مصالح المشتري هي كتخص هذوك الواجبات اللي خاص البائع يديرها تجاه المشتري. شنو هو الواجبات ديال البائع أو التزامات البائع؟ يعني شنو هما التزامات البائع هنا؟ البائع خصو يسلم هذاك الفون دو كوميرس اللي باع بجميع العناصر ديالو وخصو يلتزم بالضمان، يعني بالضمان يشمل ضمان عدم المنافسة وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. يعني هنا Ces mesures concernent surtout les obligations que le vendeur doit remplir vis-à-vis de l'acquéreur de fonds de commerce. هما هادوك الالتزامات ولا هادوك الواجبات اللي خاص البائع يديرهم تجاه الشراء. Il est d'abord le transfert de la propriété de fonds de commerce. Ensuite, le vendeur s'oblige à garantir l'acquéreur contre son fait personnel. يعني هنا خصو يلتزم بأنه يحول ليه
هذيك الملكيه ديال الاصل التجاري بجميع العناصر ديالو. ماشي اذا مثلا نعطي الاصل التجاري يبيع لي واحد الاصل تجاري وكيذكر دوك العناصر اللي داخله في الاصل التجاري مثلا لي مارشانديز ما يعطيهمش ليه. دونك هنا واجب على البائع بانه يعطي لي جميع العناصر اللي كاينين في الاصل التجاري. Ensuite, le vendeur s'oblige à garantir l'acquéreur contre son fait personnel. Donc, il faut le ضمانه خصو يدير يضمن ليه الحمايه ديالو، حمايه ديالو من عدم المنافسه، من عدم المنافسه، وايضا انه يضمن ليه الاستحقاق، يضمن ليه مثلا هذوك لي كريونس يخلصوا، هذوك لي كريونس يخلصوا، وايضا يضمن ليه دوك العيوب اللي كاينين في هذا لو فون دو كوميرس. دونك شنو هو لا بروتيكسيون دو لاشتور؟ لا بروتيكسيون دو لاشتور هو ان ليجيسلاتور المشرع المغربي جاب واحد الاجراءات اللي كيحمي بها المشتري ديال اللي كيشري هذا اللي كنسموه لاكيغور دو فون دو كوميرس، هذيك اللي كيشري الاصل التجاري، منها بان هذا البائع هذا خاصو ينقل ليه الملكيه ديال الاصل التجاري بجميع العناصر ديالو. دونك خاصو ايضا التزم انه يضمن ليه المنافسه الحره، يضمن ليه انوك لي كريونسيو هذوك لي كريون هذوك الناس اللي كيتسالهم هذوك لي كليو انهم يخلصوا، يضمن ليه شحال من حاجه. هذا هو لا بروتيكسيون دو لاشتور. دابا نشوفوا لا بروتيكسيون دي كريونسي دي فوندور. شنو هما لي كريونسي دو فوندور؟ هما الدائنين ديال هذاك البائع ديال الاصل التجاري. يعني داك البائع ديال الاصل التجاري خصو يضمن ليه بان واحد الحمايه ليهم هذوك الدائنين. يعني دوك لان قلنا كاين ثلاثه الاطراف، كاين البائع، كاين المشتري، وحتى كاين لي كريونسي ديال الميدو اللي هما هذوك الدائنين ديال البائع. يعني هذاك الشيء هما اللي كيتسالوا الفلوس. لا بيبليسيتي دو لا فونت a pour but d'informer les créanciers de vendeurs à leur permettre de faire opposition éventuellement sur enchère du séisme. يعني هنايا هنا هاد الدائنين ديال البائع، هذيك لا بيبليسيتي. دابا هاد الفون دو كوميرس من كيتباع راه ضروري خاصنا نديرو لا بيبليسيتي، خاصنا نديرو الاعلان ديالو في الجريده الرسميه. علاش الاعلان ديالو شاري باش هادوك الدائنين ديال البائع يعرفوا بانه يتباع ويقدروا يديروا لوبوزيسيون، يعني عندهم الحق في التعرض وعندهم الحق ايضا في كسر الثمن واجراء المزايدات العينيه اللي هما. دابا غنشوفوا حاجه بحاجه، نبداو بلوبوزيسيون او حق التعرض. يعني هنايا كنتكلموا على البروتكسيون ديال الدائنين ديال البائع، هادوك لي كريونسي ديال البائع، لان هاد الاصل التجاري هنا، هاد الاصل التجاري من كيتباع ضروري خاصنا نديرو لي بيبليسيتي. علاش؟ لان هاد الاشخاص هذا راه هما كيتسالوا البائع، ضروري خاصهم يعرفوا شنو هو هاد الديون ديالهم، كيفاش، شنو هو تكون المصير ديالها. دونك وعندهم هنا الحق في التعرض والحق انهم يتزايدوا في الثمن ولا يشوفوا كيفاش يديروا. دونك عندنا بلوبوزيسيون حق التعرض. دونك هاد لي كريونسي دو فون، هاد الدائنين ديال البائع عندهم حق التعرض. هنايا تو لي كريونسي سوف لو بروبريتير بايور بو فورمي اوبوزيسيون او بايمون دي بري بار لور بار لاتر ريكوموندي افيك اكوزي دو ريسيبسيون ادريسي او سكرتير دو غريف دو تريبينال كي ا ريسي l'acte au par dépôt de l'opposition au prix du dit secrétaire contre risque. هنايا هنا طبقا لواحد الماده اللي هي الفصل 84 من القانون التجاري، يمكن لكل دائن هاد لي كرونسي ان يتقدم بتعرض، ان يتقدم بتعرض على ثمن البيع الى البائع، ان يتقدم واحد التعرض على ثمن البيع، داك ثمن البيع ما عجبوش، ان يتقدم بالتعرض على ثمن البيع الى البائع، وذلك من خلال رساله مضمونه الى كتابه الضبط المحكمه التي يتم فيها تسجيل البيع وشهره او بايداع التعرض مباشره لدى المحكمه مقابل وصل، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اخر عمليه نشر. دونك هنايا
هاد الدائنين ديال البائع عندهم الحق انهم يتعرضوا، يديروا واحد التعرض على ثمن البيع. عندهم حق التعرض على ثمن البيع، وهذا التعرض هذا كيكون واحد الرسالة مضمونة كيكتبوها الكتابة الضبط المحكمة التي يتم تسجيل البيع فيها، او ايداع التعرض مباشرة لدى محكمة مقابل وصل. دونك قلنا بالنسبة لهاد لوبوزيسيون دو اتر فيت دون لي 15 جور او بلي تار، يعني ان هاد حق التعرض خاصو يكون 15 يوم يوما من تاريخ اخر عملية نشر، يعني عملية النشر ديالو في الجريدة الرسمية. ويجب après la seconde insertion et doit mentionner à peine d'unité le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de tribunal, article 485 du code de commerce. Si l'opposition a été faite sans être ou sans cause, aussi il est nul en la forme. S'il n'a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pouvoir devant le juge de réfère à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prêt malgré l'opposition. Nous avons dit que ce tarot doit être diffusé dans la demande à un montant de la dette. يعني خاصو يطلب هذا المبلغ ديال الدين واسبابه مع تعيين محل للمخابره في دائره نفوذ نفس المحكمه تحت طائله بطلان او طائله بطلان التعرض، وينتج عن التعرض منع البائع من قبض الثمن المودع الذي يخصص لاستيفاء الديون المتعرض بشانها، فيتم توزيعها على الدائنين المتعرضين اما بالتراضي او عن طريق اعداد مشروع التقسيم. يعني هنايا هاد مثلا هاد الدائنين داروا واحد التعرض في المحكمه ولا كتاب الضبط ديال المحكمه على ثمن البيع، على ثمن الاصل التجاري. دونك هنايا هاد المحكمه هي كتمنع هذاك البائع انه يشد ثمن ديال البيع، وداك الثمن ديال البيع كتشدو كتقسمو على هاد لي كريونسي، على هاد الدائنين، لان الدائنين كيطلبوا بالثمن ديال الديون ديالهم. ما عجبهمش يتعاملوا مع واحد الشخص جديد، ما بغاوش يتعاملوا مع شخص جديد، بغاو الفلوس ديالهم. دونك عندهم الحق بالتعرض. دونك هذاك الثمن ديال البيع كتشد المحكمه كتخلصهم هما الديون ديالهم، داكشي اللي بقى كتعطيه البائع. دونك هذه هي لوبوزيسيون. دابا نشوفوا الحالة الثانية هي لا ريسونشير دو سيزم، أو حق كسر ثمن البيع وإجراء المزايدة العلنية. لي كريونسي ديبوز إيغالمون دان دغوا دو سيرونشير سيل إستيم كو لي بري دو فونت دو فون نو ريس با أسا فالور ريال. يعني هنايا هاد هنا شنو عندهم واحد حق ديال كسر البيع، كسر ثمن البيع إل في الحالة إلا عجبهم مثلا كيبان لهم أن لو بخي دو فونت نو كسبون با أفالور ريال، يعني أن شافوا هاد الثمن باش تباع هاد الفون دو كوميرس ماشي مناسبة مع الثمن الحقيقي ديال هاد الفون دو كوميرس. دونك عندهم واحد الحق أنهم يكسروا البيع، كسروا ثمن البيع. دونك إل بوف دونك دوموندي كو لو فون سوا ميز أون فونت أو أون شير بيبليك، يعني هما عندهم الحق بأن هاد الأصل التجاري، هاد الاصل التجاري يطلبوا انه يتباع بالمزاد العلني. دونك هنا هاد لوكا هادي ان هاد الدائنين ما عجبهمش هاد الثمن ديال البيع ديال الاصل التجاري لانه ما متلائماش مع الثمن الحقيقي ديالو. دونك هنا عندهم الحق بانهم يطلبوا اجراء عمليه البيع بشكل علني، يعني المزايده العلنيه. مي ايل سونغاج ا سو بورتي اكيرور pour le prix initial majoré du séisme de la valeur des éléments incorporels, ce aucun autre offre n'y fait. La surenchère n'est pas admise lorsque la première vente des fonds a été une vente aux enchères publiques. Par voie judiciaire, le juste prêt est présumé avoir été alors atteint. Hnaya, had haq kasr tamn lbay wa ijra almuzayd alani li kimliko هاد الدائنين ديال البائع، ويتم تيتم هاد ذلك قلنا امتى كيكون هاد حق قصر البيع واجراء المسايده العينه
كيكون إذا تبين لدائن البائع المتعرضين قلنا أن الثمن المعلى عنه يقل عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري، وقلنا بأنهم كيطلبوا إجراء البيع عن طريق المزايدة العلنية، دونك كيطلبوا أنه يدير البيع على الزايدة العلنية. دونك هنا شنو كيشترط في هذه القضية هذه؟ كيشترط بأن يكون الثمن المعلن عليه غير كافي لوحده بالوفاء بالديون. يعني هذاك الثمن ديال البيع اللي كيشوفوه هما كيبان لهم بأنه غير كافي بأنه باش يسدوا بها الديون. ضروري المحكمة اللي كدير هكا، المحكمة كتشوف بأن ذاك الثمن باش تباع هذا الأصل التجاري هو غير كافي باش يسدوا بها الديون ديال هاد الدائنين هذا. وأيضا وأن يكون المتعرض، يعني هذاك الشخص هذا الدائن اللي دار التعرض اللي طلب أنه حق قصر الثمن، على استعداد لضمان زيادة في الثمن لا يقل عن سدوس ثمن عناصر معنوية. يعني أنه هاد السيد هاد الكريونسي اللي دار التعرض لأنه معجبوش الثمن باش تباع هاد الأصل التجاري وطالب بأنه يدير واحد المزاد علني باش يتباع، خصو يكون على استعداد، خصو الاستعداد للضمان غارونتي، انه كيضمن بان الزياده في الثمن، هذاك الثمن اللي عيتزاد الاصل التجاري، هذاك الثمن باش عيتزاد فيه هو تباع مثلا بواحد الثمن، الثمن الجديد اللي عيتباع به خصو عيقل، خصو ما يكونش ثقل على السدس، على السدس ثمن عناصر معنويه، خصو ما يقلش على الثمن ديال السدس ثمن سيزم، يعني سدس ثمن، سدس ثمن عناصر معنويه. دي أول حاجة قلنا، أول حاجة بأن الثمن المعلن عنه، هذاك الثمن المعلن عنه خاصو يكون غير كافي لسداد الديون ديال هاد لي كريونسي، وأيضا هاد لي كريونسي اللي داروا التعرض خاصهم يكونوا على استعداد لضمان أن الزيادة في الثمن، داكشي اللي كيتزاد به الثمن، يعني الفرق بين الثمن الأول والثمن الثاني، خاصو يكون ما يقلش على سدس ديال الثمن ديال العناصر المعنوية ديال الأصل التجاري. الشرط الثالث أن يكون الثمن حدد بين المشتري والبائع رضاء، يعني داك الثمن الأول اللي تباع خاصو يكون متفقين بين البائع والمشتري بالتراضي. دونك هنايا لا سيغونشي ني با ادميز لورسكو لا بروميير فونت دو فون ا ايتي اون فونت اوز انشير بيبليك. يعني هنا يعني هاد لي سيغونشي دابا في الحالة بأن هاد الأصل التجاري تباع بالمزاد العلني المرة الأولى، دونك هنا هاد التعرض اللي كيدير هاد لي كريونسي ما كيتقبلش، خصو هاد لي شونجي ني با ادميز لوغسكو هاد الحق تاعو ما كيتقبلش في الحالة اللي كيكون أن هاد الأصل تجي تباع بالمزاد العلني باغ فوا جوديسيير، يعني بالموافقة ولا اللي دار هاد الإجراء ديال البيع هي المحكمة، دونك هنا ما كيتقبلش هاد الحق ديال التعرض. دونك هذا هما الحقوق اللي كيكونوا عند هاد الدائنين ديال البائع. باش ندير لكم ريزيمي لهذا الشيء اللي شفنا، اولا شفنا الالتزامات ديال البائع، قلنا البائع عنده الحق انه يرد هذاك الاصل التجاري ديالو في الحاله ان هاد المشتري ما التزمش بالشروط، ايضا المشتري تا هو عنده حقوق، عنده حقوق وامتيازات في الحاله بان هذا البائع هذا ما سلموش، هذا البائع خاصو يسلمو جميع العناصر اللي كاينين في الاصل التجاري وضمن ليه واحد المنافسه حره، وان هذوك الناس اللي كيتسالو اللي كيتسالهم انهم يخلصوا. ايضا بالنسبه لي كريونسي دو فون دو كوميرس، دوك الدائنين ديال البائع هما عندهم الحق بانهم يديروا التعرض في الحاله بان مثلا هذاك الثمن ديال الاصل التجاري ما جبهمش، ولا في الحاله انهم ما شافوا بانهم هذاك المشتري ما عادش يخلصهم الديون ديالهم. اتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذه، ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل الاكسبليكاسيون ديال لي بارتي اللي بقاو في هذا لو فون دو كوميرس. الى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.